ودخل به الكعبة المشرفة فقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل واشكره على ما أعطاه وروي أنه قال حينئذ شعرا أرحمدني الله الذي لك
بيت بالأركان يا ربي صلي على النبي العدنان المصطفى أحمد صلوات الرحمن أعيده بالوحيد المأمان حتى فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول طلعة قمر الوجود ما أسعدها من طلعتين وألهاها وما أحسنها من نحاسين وأجلاها حمرت فيه أمينة فجاءها آدم وهناها ووقف نوح على بابها وناداها وأتى الخليل يبشرها بما من الله عليها وأعطاها وقصد حلتها موسى الكريم وسلم عليها وحياها كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها جاءت الطيور من أوكارها وفناها وغرقت الحور العين وعليهن خلع السرور وهن ينادي ما هذا النور الذي منع البقاع وكساها فقال جبريل عليه السلام قد ولد من فاق البرية وما عاداها خرت بمرده الأصنام وهدمت صوامع الكهان وزال بناها وحمله جبريل على يديه وهو يقبله بين عينيه ويقول له أنت حميم أنت ياسين أنت طه أنت ولي النفوس المؤمنات أنت مولا بادت لنا في ربيع أمنات القوام أباه الله الله يا الله يا ربي صلي عليه من حسن وجه يا فوق البدر والحضارة الله الله تحجوبه الله الله يا الله يا ربي صلي عليه بطلعة الحسنى بين التيه والحضارة الله الله يا الله صلى وسلم عليه وكان في مثل هذا الشهر صلي عليه من بعد
الذي هذا الجفا يا ضيعة العمر. الله الله يا الله صلى وسلم عليه. صلى عليه إلى العرش ما صعد. الله الله الأوصال والظهر. الله الله يا الله صلى وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم. فلما أرم أرجو الكريم حرم أقدمه الشريف العظيم ساسوت الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك عفت بأمينة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن عيون الأغيار، فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبرائيل، ورمز قلوب بالتسبيح والتقديس والتهليل لله الملك الجليل. أبا أرقان لا حمل مع تسئن أمير بتسام الحبيب فبان سئن. هو الله الله وأمضى برقا في دجانا. هو الله الله هو الله الله يا الله. هو الله حسبنا يا ذو الجلال. إذا فتن المحب به فأضحى خليعا في الهوى لا تعتبن. هو الله الله هو الله الله يا الله. هو الله حسبنا يا ذو الجلال. وراء أيحان الثغور مدبقات وويردا خدودهما أحسن أن. هو الله الله هو الله الله يا الله. هو الله حسبنا يا ذو الجلال. أما وأنت الذي بالحشر تأسف هناك ومن رأك يزداد أمنا. هو الله الله هو الله الله يا الله. هو الله حسبنا يا ذو الجلال. فتنت بحبه إذ كنت طفلا وما أرست الهوى وعرفت فأنا. هو الله الله هو الله الله يا الله. هو الله حسبنا يا ذو الجلال. فأفضى الراكبا وعز ما أشد وما يعطى الجازل بغير منا. هو الله الله هو الله الله يا الله. هو الله حسبنا يا ذو الجلال. على أيك صلاة ربي ما تغنت سجعت برانا. هو الله الله هو الله الله يا الله.
ثم أقبلت الحور العين إلى أمي آمنة تبشرها أنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن قوافل البشرية وتبشرها بالسعادة الأبدية والهمة القرشية والطلعة الهاشمية المحمدية. أخذ عن المخاوف واشتد بآلامه ووضعت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه نسأل الله يا محمد أن يبلغنا إليك وهجرك يا محمد سعد من يسعى إليك أشراق البدر علينا صلاة مرحبا
الحسين والحسن جئتهم ودمع سائل مرحبا قلت قبلي يا دليل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا قد الحسين والحسن وتحمل للرسائل مرحبا أيها الشوق الجزيل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا قد الحسين والحسن نحوها تلك المنازل مرحبا بالعشايا والبكور مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا قد فلما أشرق نوره في الوجود أضاء الله تعالى له بالسجود ولم يخلق الله مثله مولود ثم أومى بأصبعه إلى السماء فولد مخطونا مكحلا معطرا مكرما وخرج له نورا أضاء له قصور البصرة في أرض الشام وخرت لمولوده جميع الصلبان والأصنام وأصبح كل جبار بعد عزته دليلا ومنعت الشياطين أن تسترق السيف فلم تجد بعد ذلك إلى السماء وصولا فلما آن ظهوره وانور العزة بالمدينة المكية وأشرق الشمس طلعت البهية أضاء لمولده ظلم الحنادق وانشق ديوان كسرى وخمدت نار فارس وكسرت الصلبان والأصنام تعظيما لهيبته وتوقيره ونادى مناديا فضله بالأكوان تنبيها لأمته على كرمته وتذكيره وببطنه قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm sure.
داديان وبشير السماء